اهلا بيكم مشاهدينا، حلقه جديده من صحتك بالدنيا يومين على شاشه الفضائيه المصريه 4 عصرا بتوقيت القاهره، 2 ظهرا بتوقيت جرينتش، 5 عصرا بتوقيت السعوديه. طبعا بيبقى كل جمعه معانا او جمعه بعد جمعه دكتور سامح حلام استاذ امراض القلب، بيحدثنا عن امراض القلب، اعراضها، كيفيه العلاج منها، ممكن هل هي فيها عوامل وراثيه، كل ده اتكلمنا عليه وممكن تبحثوا عنه عن طريق اليوتيوب باسم دكتور سامح حلام وصفحته على الفيسبوك سامح حلام مرض القلب. برحب بك دكتور سامح، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل المصريين طيبين يا رب. بمناسبه اكتوبر ونصر اكتوبر يا رب دايما. 43 سنه مروا على عبور قناه السويس وتحرير سيناء، وان شاء الله من عبور لعبور اتحاد ابناء الشعب ان شاء الله بالزبط. وتكاتفهم وراء القياده السياسيه ان شاء الله نعبر أكيد. إلى نصر ونصر إن شاء الله في كل مجالات الحياة، وتكاتفنا وراء جيشنا العظيم إن شاء أكيد الله. كمان ده مهم جدا، ودعم مهم جدا للجيش المصري اللي دايما بيبقى هو العمود الفقري لأي للدولة نفسها عموما. الجيش في أي دولة بيبقى هو العمود الفقري، بيبقى حاجة مميزة جدا وهامة جدا 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 لكل دولة، فلازم علينا الحفاظ عليه ودعمه معنويا وماديا أكيد. دكتور نرجع بقى لموضوعنا، دايما بيبقى عند المصريين هاجس بالذات، يعني احنا عندنا قلق شوية إن حاجة حصلت لي، جالي برد فقلبي وجعني فأنا عندي القلب، طلعت السلم فقلبي وجعني، قلبي وجعني يبقى أنا خلاص هموت، يعني عندنا حاجات كده غريبة. ودايما من خلال صحتك بالدنيا بنحاول نبرز هذا الوعي الثقافي من خلال طبعا كلام حضرتك المهم، فعايز أعرف أعراض القلب أو مرض القلب بتبقى مبدئيا بتبقى عاملة إزاي؟ والله يا مدام داليا، إحنا بقصد نشر الثقافة الصحية، التثقيف الصحي للمشاهد العربي، أقدر أقول لحضرتك إن إحنا عندنا نوعين. نوع من الناس أول ما يشتكي من أي حاجة صغيرة كده يتخيل ويتصور إن المرض جاله، إن القلب جاله، إنه خلاص بيعد أيام ويكتب الوصية. وناس تانية يبقى عندهم أعراض شديدة جدا وأعراض واضحة قوي 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 وعمالين يفلسفوها أو مش واخدين بالهم، وتبقى الأمور وصلنا لمرحلة متقدمة. وبين الاتنين في مجموعة أخرى. فاحنا هناخد الامور ببساطه كده في النص ساعه اللي جايه دي، نفهم الناس ايه هي اعراض القلب، وامتى المواطن العادي او الانسان العادي يبدا يقول لا العرض ده مش مظبوط، انا عاوز اروح اشاور دكتور، ونلحق الامور قبل ما تتفاقم. تمام. لو عاوزين نلخص الاعراض الاساسيه لامراض القلب، هنقول ان اكثر الاعراض شهره وأكثرها خطورة هو حدوث آلام بالقفص الصدري، آلام بالصدر. بعض الناس يشتكوا من كرشة نفس وضيق نفس، بعض الناس يحسوا بدوخة وزغللة وهيقع أو هيغمى عليه، دي كلها أعراض قلب. المفروض وإحنا قاعدين ما بنحسش إن القلب بيدق، لكن في بعض الناس يقولوا لا ده دقات القلب أنا حاسسها، أنا سامعها، دي بتهز الجلابية، ده أنا لما أجي أنام مش يعني الخفقان. الخفقان أو اضطراب نظم القلب ده عرض من الأعراض المهمة اللي نحب هندي نبذة بسيطة عن كل الأعراض دي. تورم الساقين، أنا رجلي كويسة وماشي كويس بس لقيت رجلي بدأت تورم قوي، الحذاء بدأ يضيق عليا، أحط صابعي على قصبة الرجل كده يغرز وما يقومش تاني، كل دي قد تكون أعراض وراها سبب في القلب. دكتور التنميل الاطراف هل برضو من الاعراض اللي ممكن الواحد يفتكر ان هو عنده حاجه في القلب او قلبه مريض او عليل؟ مش من الاعراض الاساسيه ومش لوحده. يعني التنميل مع اعراض اخرى يبقى ده قصور في اداء القلب، لكن التنميل وخلاص وما فيش حاجه خالص غير هو التنميل، الارجح لا. انه ما لا ندور على اعصاب، ندور على سكر، ندور على حاجات تانية قبل ما نقول القلب، لكن تنميل مع حاجات تانية ممكن. تمام. عايز اعرف بقى بالتحديد او بالتفصيل نتكلم عن عرض من الاعراض. ناخد مثلا الام الصدر. الام الصدر اوكي. الام الصدر لها اسباب كتير قوي يا مدام داليا، علشان مش كل واحد هيجي له. انا يهمني القفص الصدري من فوق البطن لحد واحنا طالعين، ده القفص الصدري كله الالام اللي فيه. بعض الناس يقول انا امبارح ابره عماله تنغزني هنا، ابره عماله تنغزني هنا، وابره في الكتف، وابره في الدراع، ده انا لما باخد نفس كده مسمار بيشقني.
دي مش اعراض تقلق من ناحيه القلب خالص. الاعراض لان الام الالام الصادره ممكن يسببها امراض في القلب، ممكن يسببها امراض في العضلات، في العظام، في الاعصاب، في الرئتين، في الغشاء البلوري بتاع الرئه، وفي القلب. تمام. اذا مش كل الم في القفص الصدري بقى يهمني. الالام اللي بتيجي في الصدر ويبقى سببها القلب برضو لها اسباب، اكثرها شيوعا وانتشارا بين شباب وكبار ومتوسط العمر من الرجال والنساء المصريين والعرب عموما، هو مشاكل الشريان التاجي للقلب بحدوث ضيق في الشريان او انسداد في الشريان، احد الشرايين التاجيه للقلب، لانهم دول ثلاثه. لكن ممكن التهاب في عضله القلب يعمل الم، الدور برد بدل ما يجيلي في الانف ويعمل رشح او يجي في العينين ويعمل دموع، يجي في الغشاء المحيط بالقلب من الخارج، المغلف للقلب من الخارج، ويعمل لي الام. فالالتهابات ممكن تعمل الام. امراض بعض امراض الصمامات في القلب تعمل الام. فالامراض اللي بتسبب الام في الصدر من القلب كتيره، اكثرها شيوعا زي ما قلنا هو ضيق الشريان التاجي. تمام. طيب ايه هي بقى المواصفات الالم اللي يقلقني لو انا حسيت بيه واقول لا ده احساس مش طبيعي، ده الم مش طبيعي، انا لازم اروح اشاور دكتور القلب. الم الشريان التاجي، والشريان التاجي ده على فكره هو مش شريان واحد، دول ثلاث شرايين، وكل شريان من الثلاثه الرئيسيين دول بيتفرع الى عدد ضخم من الشرايين الاخرى. ضيق في احد هذه الشرايين الرئيسيه او احد فروعها يعمل الام، وكله شكل بعضه نفس الالم، سواء كان شريان رفيع قوي او كان شريان كبير قوي يعمل الام زي بعضها بالظبط. الالام دي عباره عن ايه؟ تبقى الام في منتصف الصدر، ما تبقاش في ناحيه الشمال ناحيه القلب. يبقى الالم اللي يهمني كدكتور قلب واللي بقول للساده المشاهدين لو جالك روح شاور اقرب دكتور قلب عندك، مش النغزه اللي بتيجي ناحيه القلب، لا، الم في منتصف الصدر. انا قاعد في امان الله لقيت الم جالي في منتصف الصدر. الم يا دكتور يعني ما يقدرش يتنفس ولا الم الم بس فقط يعني؟ لا، بدايه بيتنفس عادي. لا بيتنفس عادي. بدايه بيبقى المريض لو هو مركز كويس هو معتاد يعمل مشوار كل يوم، بطلع ثلاث ادوار من بيتي وانا راجع من الشغل، بطلعهم مره واحده ما بقاش في الطريق. لا ده انا النهارده وانا جاي طالع لقيت نفسي في الدور الثاني، الحته دي كلبشت وفيها الم ووجعتني، وبدات اهدي الخطى او اضطريت اقف على الباص استريح شويه. انا جاي عايز اجري عشان الحق المسجد لانهم اقاموا، عايز الحق الجماعه. جيت اجري لقيت حاجه وقفت لي في منتصف الصدر هنا وكتفتني والمتني، اضطريت اقف او امشي الخطى. ولما جيت امشي تاني الوجع زاد. تمام. الست تقول انا معتاده بشيل شنطه الخضار دي من السوق ده لحد باب بيتي، النهارده وانا جايه وماشيه نفس المشوار اللي انا معتاده امشاه. طب ممكن يا دكتور عفوا يعني فضل. ما يكونش ارهاق مثلا او يعني الارهاق حاجه والالم حاجه. الارهاق انا خلاص انا ما نمشي طول الليل فلما جيت لقيت نفسي همدان وجسمي همدان. أوكي. لكن ده الم بيبقى لو حد ركز، لا ده في ألم. حاجه هنا وحاجه واقفه اضطريت اقف، ده انا لو حبيت امشى تاني او قلت اضغط على نفسي واكمل لقيته بيزيد قمت واقف. تمام. فده الم مهم جدا جدا جدا. الالم ده بيقول ان الشريان التاجي للقلب فيه ضيق، بيوصل الدم الكافي لعضله القلب وانا قاعد مستريح، لكن لو جيت مشيت او عملت مجهود او سرعت والقلب عاوز يشتغل اكتر عشان يغذي العضلات، كميه الدم اللي جايه للشريان من الشرايين للعضله مش مكفياه، فالقلب يعرب عن حاجته للطاقه والاكسجين ونقص الغذاء اللي جاي له بايه؟ بالالم ده. عشان يقول اقف لان انا كده مش هقدر اكمل معاك الشغل. فده يعني ده صراخ استغاثه من القلب بالالم ده، خد بالك اقف انا مش قادر، مش جاي لي دم يشغلني تاني، فلازم اقف واستريح علشان انا استريح. تمام. حضرتك قلت لي الشريان التاجي نسبته كبيره جدا عند العرب والمصريين، فحب اعرف السبب بعد الفاصل. المشاهدين نشوف فاصل نرجع نستكمل حوارنا مع استاذ دكتور سامح علام استاذ امراض القلب.
البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا على الهواء مباشرة في انتظار استفساراتكم واتصالاتكم الهاتفية، وكمان بننوه عن صفحة الفيسبوك للدكتور سامح علام اسمها بالعربي سامح علام أستاذ أمراض القلب. والحقيقة نوهنا المرة اللي فاتت دخل عدد 200 شخص بدأوا يسألوا الدكتور، الدكتور نفسه بيرد على هذه الأسئلة، وأشكركم جزيلا لمتابعتكم. كمان بنتظرونا على من خلال التليفونات، حاولوا تكلمونا قليلا ونبدا ناخد تليفونات. بس بنتكلم زي ما قلت على اعراض مرض القلب، وبدانا فعلا في الاعراض. دكتور كمان لو احنا لو انا ما قطعتش حضرتك، كنت قلت سؤال الشريان التاجي، حضرتك قلت ذكرت نسبته كبيره جدا عند العرب والمصريين، فكنت حابه اعرف ليه احنا بالذات. احنا بالذات لان احنا نمط الحياه بتاعنا اصبح سيء جدا. اولا انتشار مرض السكر، انتشار التدخين بطريقه فجه، النظام الغذائي اللي دخلت فيه الحاجات المصنعه والحاجات الغير طبيعيه كترت فيه قوي، والاكل الجاهز اللي محدش عارف متحضر ازاي، والكياس اللي متعبيه اكل وعليها حاجات مكسبات طعم ورائحه ومواد حافظه محدش عارف اصلها ايه وفصلها ايه. الحاجات دي كلها بتعمل اضطراب في النظام في التمثيل الغذائي في الجسم، تزود الاستعداد للتجلط وتزود نسبة الكوليسترول في الدم. تمام. وبمناسبة افتتاح المدارس الأسبوع ده وبدء الشنط والسندوتشات، مهم جدا، رسالة واضحة لكل أم، كل أم وهي بتحضر شنطة ابنها أو بنتها الصبح عشان يروح المدرسة وحشياله الشنطة بحاجات مغلفة ومعلبة جايباها من بره، تبقى متأكدة وتبقى عارفة إنها بدأت عملية اضطراب التمثيل الغذائي وارتفاع نسبة الكوليسترول عند الطفل بتاعها. الكوليسترول بيبدأ الاضطراب بتاعه من سن الطفولة مش كبار. فالنظام الغذائي السيء ده تمهيد لإصابة ابنك أو بنتك بمرض في القلب. يعني هو دلوقتي فلازم الأم تبقى فاهمة كويس قوي. في أمهات كتير دلوقتي بتستسهل، فإيه تكبر دماغها وتجيب دليفري من بره، فأعتقد إن ده سيء جدا في منتهى الخطورة. وكمان اللانش بوكس زي ما بيقول بيسموه في منتهى الخطورة. عشان نرجع لازم نرجع لأمهاتنا كانوا بيعملوا إيه؟ سندوتش الجبنة، سندوتش البيض، سندوتش الفول، الحاجة المعمولة في البيت ومعاها خيارة طماطماية فلفل. لازم العادات الغذائية لأطفالنا دي ترجع تاني. لازم بالزبط. لأن احنا نسبة السمنة في مصر عند الأطفال زايدة، نسبة السكر عند الأطفال زايدة، نسبة الكوليسترول عند الأطفال زايدة. مرض الشريان التاجي اللي ما كناش نعرفه في مصر ولا في البلاد العربية قبل سن الأربعين سنة مستحيل، دلوقتي في الأربعينات والثلاثينات والعشرينيات النمط الغذائي بتاعنا. وبعدين كلنا بقينا نركب عربيات ما شاء الله، مشوار صغير خالص الست بتاخد توك توك من 100 متر 100 متر مش عايزه تمشاهم، وبعدين خلاص السمنه عماله تزيد والكوليسترول بيزيد والضغط بيزيد واللحم عليها بيزيد، وده كله ضد الفطره. مش بص يا مش دكتور طبيعي. كمان يعني كلام طالما اتحدثنا عن الست ما بتخاف تمشي ليه، برضو بيبقى في كمان يعني كل شويه حد يبص ويعمل، فبرضو يعني اتمنى ان يبقى عندنا وعي برضو، وان انت تبقى متحضر اكتر لما تشوف سيده في الشارع ماشيه، مش لازم تبص يعني، غض البصر يا اخي، مش لازم تبقى متدين في حته وحته لا. طيب عموما هنكمل كمان كلامنا. اللانش بوكس كمان كنت بتكلم عليه يا دكتور، لان انا بعمل كده فعلا، يعني بنتي بعمل لها سندوتشات بلدي
مش فينو كمان، هي ما بتحبش الفينو، بعملها بلدي وبعملها بالاسترتش، والخيار بعمله لها بالاسترتش، فعشان ايه الواحد يبقى مطمن وبعدين يدخل ينام بقى. بس فعلا ان انت تدي فلوس لاولادك اوفر، يعني انا بسمع ان في اطفال بياخدوا 20 جنيه في المدرسه ويقعدوا يصرفوا بقى حاجات غريبه، وربما تكون مدارس محترمه وبتمنع خالص اللي هي المقرمشات والحاجات طبعاً الغريبه دي. طبعاً. ده شكرا ليهم طبعا، لكن برضو يبقى في الام مدرسه زي ما بيقولوا عليها عامل كبير جدا، اهم من المدرسه شخصيا. حبي يعني لاولادي بالظبط، حبي لأطفالي لا يعني إفسادهم، بالظبط حبي صح. لأطفالي يعني حسن تربيتهم وحسن الإنفاق عليهم والمحافظة على الصحة بتاعتهم. ده الحب الحقيقي، مش الحب إن أنا أملأ الشنطة بسموم علشان يتباهوا الأطفال مع بعض، ودي تبقى زي دي زي دي زي دي. ده كلام بالزبط. أنا ده تحذير واضح جدا مهم جدا بمناسبة دخول المدارس. بالظبط. العرض الثاني بقى كرشة النفس عشان الوقت. كرشة النفس، أنا المريض يقول أنا بمشي أطلع مشوار أو أجي حتى ماشي أو كل ما أجي أستعجل نفسي يكرش عليا خالص خالص، وما أقدرش أعمل حتى لو جيت أتكلم الكلام يقطع مني، أو ما أقدرش أمسك التليفون وأتكلم لأن نفسي مكروش عليا. بعض الناس يقول ده أنا مجرد، الستات يقولوا أنا بتحرك في البيت على منفض السرير وأنظف الأوضة بتاعتي ألاقي نفسي كرش خالص خالص ومش قادر أخد نفسي وأقعد. نهمل القصة دي ونسيبها شوية وما نهتمش بيها، بعد كده يجوا بقى أقول أنا جيت أنام بالليل وبعد ما رحت في النوم خلاص قمت في نص الليل نفسي مكروش عليا زي ما يكون بحلم حلم بغرق، وبعدين أبقى أفتح الشباك أخرج في البلكونة اطلع اقعد على كرسي في الانتريه. بعض الناس يزيد اكتر يقول ده انا قاعد وفتح المروحه في وشي كده والهواء اللي جاي من المروحه مش مكفيني. اهملنا وسكتنا وقلنا ده الحر ده الصيف ده ما اعرفش ايه وسبناها. يجي تتطور القصه اكتر بقى، انا جيت انام واحط راسي على المخده اتخنقت قمت قايم قاعد. وبدات اتعود علشان ارتاح شويه ان انا احط مخده تانيه. وبعد شوية زادت دلتا. الحكاية وبدأت أنام قاعد أو أنام قاعدة. في ناس كده بالظبط، في ناس يجوا أهملوا القصة لدرجة غير طبيعية. وبعدين أسأله أنت بتنام على كم مخدة يا حاج؟ ألاقي اللي معايا يقولوا ما بينامش، هو أصلا ما بيدخلش السرير ده قاعد قدام التلفزيون وينام هو قاعد قاعد كده على الأنتريه. ولما تتعقد بقى القصة أكتر وأكتر أجيب ترابيزة ويبدأ يسند راسه قدامه أو الست تسند راسها قدامها وتنام، لأن لا يمكن راسها ترجع لورا حتى وهي قاعدة. فده كل ده أعراض متفاقمة. لما نصل لمرحلة إن أنا مش عارف أنام على السرير وأنام وأنا قاعد، لا ده إحنا وصلنا لمرحلة متأخرة قوي من هبوط عضلة القلب اللي أثر على الارتشاح الرئه ومش قادر، مفيش مكان في الرئتين عشان تبادل الاكسجين لانها فيها تجمع ميه وفي ارتشاح في الرئه. تمام. في عرض كمان يا دكتور قلت عليه هو تورم الساقين. تورم الساقين. تمام. تورم الساقين يبدا حاجه من اتنين، المريض اللي يجي له كرشه نفس ويهملها وبعدين يبدا ينتبه لما رجليه تورم. ده نوع، يبقى بدأت القصة بكرشة نفس وتنتف فترات طويلة ومهملة وبعدين جاء مضاعفات عليها تورم الساقين. ده بيبقى هبوط في كرشة النفس، بيبقى ضعف في الجانب الأيسر من القلب، البطين الأيسر أو الأذين الأيسر أو الاثنين، وبعدين انعكس على الجانب الأيمن من القلب بتورم الساقين. والمريض ده تلاقي بطنه بتوجعه خاصة الناحية اليمين، وياكل ربع أكلة ويتنفخ ومش قادر يهضمها ونفسه كاتم عليه ومش قادر، لدرجه يقول خلاص انا باكل اكل الاطفال ومش قادر، ما بيتهضمش اصلا. كلت حاجه صغيره قد كده وركبت على قلبي وجه ميعاد الاكل اللي بعده وهي لسه ما اتهضمتش. كل ده بيبقى هبوط في عضله القلب اليمنى وفشل في القلب اليمين، ضغط على الكبد وعامل فيه تضخم، ضغط على الجهاز الهضمي لان هو المفروض الدم ده كله راجع على البطين الايمن ما يرجعش ويتراكم، يعمل تضخم في البطين الايمن، يعمل انتفاخات في البطن، يعمل تورم في الساقين. والغريب بقى ان بعض الناس ما ياخدش باله كل ده، يقول انا ببص في المرايه بحلق دقني بعمل لقيت حاجه خرطوم هنا كده في الرقبه كده، يعني عرق بارز جدا. ده معناه انه وصل لمرحله من مراحل هبوط وضعف عضله القلب زايده جدا. فده برضو من الملاحظات اللي لازم الناس تاخد بالها منها. انا قاعد مع بابا ولا ماما ولا اخويا ولا بتاعه وبعدين بنتكلم كده فلقيت حاجه عماله تعمل في رقبته كده،
او حاجه من فوق، ده فورا على دكتور القلب، ما تنتظرش خالص، لان ديت حاجات يعني يا دكتور هي نبض العرق ده او نفره العرق زي ما بيقولوا بتبقى فجاه من غير اي مقدمات، بيقبلها مقدمات بس مش متنبه، الواحد مش واخد باله. وكل الاعراض دي ما بتجيش في يوم وليله، الحاجه الوحيده اللي بتيجي مفاجاه، وامبارح انا كنت كويس دلوقتي مش كويس، انا نايم زي الفل صحيت مش قادر اخد نفسي، الحاجه اللي خلال دقائق وساعات هي الازمه القلبيه. هي سكته؟ لا الازمه، السكته معناها انه مات. انا لما نقول كلمه سكته قلبيه معناها ان جت ازمه قلبيه وقفت عمل القلب والمريض مات، نقول ده مات بالسكته القلبيه. لكن الأزمة القلبية إن واحد أنا جاي من الشغل طبيعي خالص، وبعدين قاعد في أمان الله أو نمت وجاي صاحي لقيت جبل بقى على صدري، جبل. بعض الناس يقول ده أنا العمارة وقعت على صدري، واحد يقول ده وبور نار مولع في صدري. طيب يا دكتور ده أسبابه إيه؟ هو ده انسداد الشريان التاجي للقلب، هو ده اللي يعمل الأزمة القلبية ويعمل الجلطة أو الأزمة القلبية. والانسداد بيجي فجأة للأزمة؟ ده بيبقى ليه مقدمات قبلها في معظم الأحيان، يبقى فيها مقدمات، بس احنا المريض ما ياخدش باله ويفلسفها. انا مالي صدري بيوجعني، بس اصلا انا دخنت كتير، اصلا انا كنت مجهد، اصلا انا ما نمتش بقالي كام يوم، اصلا انا اكلت حاجه حاميه، اصلا انا اكلت بتقليه، اي حاجه الواحد ما ياخدش باله يقعد يبررها، وهوب تيجي الشريان يقفل، الجبل يقع على صدره، العرق يتصبب، والوهن ما يبقاش قادر حتى يحرك ايديه ولا رجليه خالص، يبقى دي الازمه القلبيه اللي لازم تتعالج في المستشفى بأدوية مذيبة للجلطة، أو أدخل القسطرة جري عشان ألحق الجلطة اللي لسه متكونة دي، نشفطها في القسطرة ونوسع الشريان ونرجع الدم يمر في الشريان تاني. تمام، احنا هنتكلم بعد الفاصل عن العلاج المبكر للحالات اللي احنا ذكرناها دي دلوقتي، ممكن هيبقى ايه نتيجتها، والعلاج المتأخر او لما تبقى الموضوع تفاقم خلاص. هنشوف فاصل مشاهدين، نرجع نستكمل حوارنا مع أستاذ دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبه. لمشاهدة الحلقة مرة ثانية عبر شاشة الفضائية المصرية 3:15 بعد منتصف ليل القاهرة، انتظرونا في النهاردة وكمان على اليوتيوب بعد انتهاء الحلقة مباشرة، وإذاعة الحلقة بساعتين بتلاقوها على اليوتيوب باسم دكتور سامح علام داليا حسن وصحتك بالدنيا. وما تنسوش كمان صفحة دكتور سامح علام باسم سامح علام أستاذ أمراض القلب مباشرة بدون دكتور، ممكن تدخلوا وتشوفوا ايه استفساراتكم عن طريق الصفحة، وكمان دكتور بيرد عليكم مباشرة. معايا اول اتصال دكتور، استاذ سيد اتفضل. اتفضل يا استاذ سيد. استاذ سيد معايا؟ طيب اعتقد الخط قطع. طب حاول تكلمني مرة تانية استاذ سيد. دكتور عايز اتكلم بقى على العلاج المبكر ولا العلاج المتأخر في الحالات اللي احنا ذكرناها دي كلها، تفرق مع الطبيب ايه وبتفرق مع المريض ايه؟ من اساسيات المهنه مدام داليا اللي لازم كل مريض يعرفها وكل طبيب يعرفها، ليس من مهمه الطب كرساله اطاله الاعمار او قصر الاعمار. ده شيء لازم نتفق عليه، لان بيجي لي ناس كتير الرب واحد والعمر واحد والرب واحد، ما احنا عارفين انا مش هعيش قد اللي عشته، احنا عارفين، وانا متاكد ان انا عمري ما هقدر اطول عمرك دقيقه ثانيه ولا هطول عمر نفسي ثانيه. صح. رساله الطب في الحياه هي ان يساعد الطبيب مريضه لكي يحيا ما كتب له من ايام وساعات ودقائق وثواني في احسن حاله ممكنه وباقل معاناه ممكنه. دي رساله الطب. كل ما اجي اشخص بدري واعالج بدري اقدر اسيطر على الاعراض بدري. صح.
كل ما اتأخرنا كل ما كان العلاج بتاعي مهما كان هيدي نتائج أقل من الطموح المريض، وهتبقى الأعراض موجودة. بالظبط. إذن القاعدة العامة التشخيص المبكر يساوي علاج مبكر يساوي حماية للقلب. تمام. فده من ناحية التوقيت. بالظبط. إيه اللي بيهمني لما أقول الشريان القلب عاوز أعالج الشريان التاجي وأحط له دواء ولا أحط له دعامات ولا أعمله عملية قلب مفتوح؟ الهدف الحفاظ على عضلة القلب. طب أستأذنك يا دكتور، أنا آسفة. أستاذة ليلى اتفضلي. ألو. اتفضلي يا أستاذة ليلى، سريعا سؤالك. اتفضلي. إذا سمعت أنا جوزي عامل عملية قلب مفتوح. أيوه. وعامل دعامة، ثلاث دعامات. أيوه. فهو من امبارح بيشتكي بوجع في جنبه اليمين وبيقول ده رئة. فانا عايز اعرف هو رئة ولا ايه يعني؟ الوجع ده شكله ايه مدام ليلى؟ الوجع ده نغزات ابر ولا الام زياده ولا ايه؟ لا نغزات، نغزات. طب انا لما اوصل للاوضه، معلش اصل هو نايم مريض يا دكتور، معلش. حتى قال لي وديني الدكتور رئة. لا انا هسالك بس، انا هسالك وجاوبيني الاول. طب لحظة يا دكتور. اسألني حضرتك دلوقتي. هو لو اتحرك من الجنب اليمين او الشمال الوجع بيزيد؟ لو اتحركت الجنب اليمين او الشمال الوجع بيزيد. ايوه الوجع بيزيد في اليمين من علاله اليمين. طيب لو كح او عطس او خد نفس غويط هو انت مش معاه مدام ليلى ولا ايه؟ لو كح او عطس. بيقول لحضرتك اما بياخد نفس، انا بسال المريض نفسه جوزي. اما بياخد نفس بيحس بوجع جامد. اوكي خلاص. شكرا. اقفلي بقى وانا هقول لحضرتك. شكرا يا استاذه ليلى. هي بتحب تبقى مش يعني مقرره للموضوع بشكل مباشر، احسن بتساله هو شخصيا. استاذ سيد اتفضل. اتفضل استاذ سيد اتفضل. الاي بي سي يا جماعه لو سمحتم. ايوه مدام استاذ سيد اتفضلي. عليكم السلام. يا ريت توطي صوت التلفزيون يا استاذه وتسمعيني من التليفون. انا مريض قلب وسكر وضغط. ايوه. وعندي ضعف في عضله القلب. ايوه. كنت اتحجزت في فرنساوي قبل كده، ومديني نفس الصناعه جدوني لازكس. بكرشه نفس؟ اتحجزتي بكرشه نفس ولا اتحجزتي بالام في الصدر ولا اتحجزتي علشان ورم في رجليكي ولا كان ايه اللي تعب؟ بالام في الصدر ومش قادر اخد نفس. ايوه يا سيدي. كنت بنها بنهجان جامد. أيوة. وانا هرجع جالي الايام دي تاني. ايوه. وانا باخد استروكه من غير اسنان فضلك. بتاخدي ادويه على الريق؟ باخد لا الريق بتاع الضغط. بتاخدي ادويه مدرات بول على الريق؟ ما هو بتاع الضغط اللي مضر البول. وباخد الانسولين. بتاع الريق. ايه المشكله دلوقتي؟ وبعد ما بتغدى في برشام باخده العصر. ايه المشكله يا مدام دلوقتي؟ النهجان. وبتنامي على كم مخده؟ على مخده خدوديه صغيره كده. في ورم في رجليكي؟ في. طيب خلاص هرد على حضرتك. اشكرك استاذه. استاذه سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. من فضلك عايزه اتكلم مع الدكتور. اتفضلي سؤالك. دكتور انا كل الاعراض اللي حضرتك قلت عليها ديت انا يعني مريت بيها وفعلا كنت بنساها، او يعني ما مع الوقت، فكان ظني دايما ان انا عندي حاجه في الكبد. اي ست. لدرجه ان انا خدت طبعا حاجات للمراره وحاجات للكبد وباخد حاليا أي مدام صح الحبوب اللي هي بتبقى كده حبايه كده كل يوم اسمها فاركوفيد. اللي هي للكبد يعني عشان اوكي اوكي أي. الكبد. بس فرتحت عليها، حتى زي ما حضرتك قلت اللي هو العرق اللي هو في الرقبه ده احيانا كنت شفته عندي. ايوه. والنبض بتاعه ده كان عندي شويه. فمش عارفه هل كده معنى كده ان انا فعلا، وكان بيجي دايما قلب في جنب اليمين زي ما حضرتك قلت بالظبط الاعراض دي. بص بقى ستك بس ما ظنتش خالص ان عندي حاجه في القلب، وما بطلع السلم زي ما قلت تمام. ايوه حاضر. طيب بس ما عنديش ورم ولا الحاجات دي في رجلي. هجاوب على حضرتك. حاضر. مدام سحر الاخيره اللي بتشتكي من الاعراض دي، ارجوك اعرضي نفسك على اي دكتور قريب منك واحكي له الاعراض دي، هو يعمل لك الابحاث اللازمه وان شاء الله تطلعي كويسه. لكن احنا من خلال بالمناسبه يعني من خلال الـ 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 البرنامج ده في شهر 9 و10
سنة 2015 يعني من سنة فاتت، مرضى بيسمعوا وبيجوا. في 3 مرضى لأول مرة يزوروا طبيب جولي العيادة بعد ما سمعوا الحلقات دي وطبقوها. الثلاثة يعني دول 3 من مجموعة، لكن الثلاثة دول عملوا عمليات قلب مفتوح خلال شهرين قبل نهاية سنة 2015. أول مرة يشتكي، أول مرة يروح دكتور، أول مرة راح عمل عمليات قلب مفتوح. شوف حضرتك كانت واصله لمرحله لدرجه قد ايه، بس هم مش واخدين بالهم. هم عمالين اصل التدخين هو اللي عمل فيها كده، اصل الكتمه دي مش لكن فكويس، ده البرنامج ده اللي احنا عاوزينه. ده مهم. زي ما دام سحر تسمع تقلق شويه تروح للدكتور يعمل لها الابحاث بتاعتها ولا لا انت كويسه اطمني مع السلامه وارتحنا. بالزبط. لكن لو مريض اخر وفي عنده حاجه يبقى نلحقها. بالظبط. طيب استاذ مدام استاذ سيد مريضة قلب وسكر مديم وضغط. مديم سيد عندها سكر وضغط وعندها القلب وعندها ضعف في عضلة القلب. وتحجزت. وهي المشكلة دلوقتي عندها كرشة النفس. نهجان. والنهجان. ولما تطلع مشوار تنهج وبعدين بتحط مخدة وخدادية تحتها. ده معناه ان في احتقان في الرئتين. ويفضل انها تعرض نفسها على الدكتور بتاعها اللي بيعالجها، هيغير لها الدواء او هيزود لها الدواء بتاع مدرات البول شويه وادويه عضله القلب، لان الاعراض دي بتدل على عدم كفاءه القلب. تمام. فيفضل لما تروحي للدكتور هتساله اكل وشربي هيبقى ايه؟ ايه الادويه اللي هاخدها؟ وايه الاكلات اللي انا همتنع عنها؟ وايه المجهود المسموح ليا لعمله؟ لازم تسال الدكتور بتاعه وتكتب في ورقه وهي راحه عشان ما تروحش تقعد وتمشي من غير ما تفهم وتنسى. يبقى دي الاسئله اللي تروح للدكتور الطبيب بتاعها تسال الاسئله دي وهيجاوبها عليها، عشان هيقول لها الملح والمخللات ممنوعات، ويقول لها على شويه حاجات لازم تتابعها في نظام غذائي والجهد والادويه بتاعتها. واحنا كمان يبقى عندنا وعي خلاص لما نبدا نروح، حتى دكتور لو حاسه ببرد او عندك احتقان او عندك احتقان بيبقى ورقه الدرافت كده او ورقه صغيره فهرس كده نكتب كذا 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 علشان نطرح الاسئله للدكتور تجنبا لضياع الوقت ووقتنا احنا كمان، ونبقى الموضوع محكم اكتر. نشوف وصل مشاهدينا، نرجع نستكمل حوارنا مع استاذ دكتور سامح علام. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. للاستفسار طبعا عبر الارقام موضحه على الشاشه، محمول 1435 ار دي 0900 991 22. كمان استاذه ليلى كانت قايله لنا يا دكتور عندها او زوجها عمل عمليه قلب مفتوح وعمل دعامات ودلوقتي هو نايم في السرير وهو جنبه اليمين بينغز عليه لما ياخد نفس عميق او يكح او حاجه بيوجعه. الارجح ان الوجع ده برد في عضلات القفص الصدري او التهاب في الغشاء البلوري بتاع الرئه، لو كان مع كحه او صفير مع النفس او تزييق في الصدر يفضل احد من الزملاء اطباء الامراض الصدريه يشوفه ويطمنا عليها ان شاء الله. تمام. الف سلامه عليك استاذ فوزي. اتفضل. وعليكم. وعليكم السلام. اتفضل. انا استاذ فوزي. اتفضل. الله يسلمك ويبارك فيك. انا عايز اسال الدكتور سامح علام. والله اتفضل يا دكتور. انا عندي 70 سنة. ربنا يديك الصحة. الله يكرمك. وبعدين بتعالج من السكر من 97. أيوة. وباخد انسولين من حوالي 15-17 سنة. أيوة. والحالة مستقرة. الحمد لله. وما كنتش بأشتكي من أي حاجة أبدا. الحمد لله. لما سمعت سعادتك أنت والدكتور جمال، الدكتور جمال. أيوة. فيقولوا اللي عنده سكر وضغط كوليسترول لازم يشيك على قلبه. أيوة. فالمهم طلبت التشيك على القلب. فحولوني للجنة القلب. القلب عملت رسم قلب بالمجهود وعملت إيكو على القلب وكله تمام التمام. وأول امبارح عملت آخر حاجة عملتها
اللي هي القسطرة. ايوه بيه. القسطرة طلعت 3 شرايين مقفولين. ايوه بيه. وفي التقرير والحاله متسجله على سي دي. أيوة. والتقرير بيوصي باجراء عمليه قلب مفتوح. ايوه بي. انا في خلال الفتره دي في حوالي 4 شهور كنت باخد كونكور 5 وكنت باخد ادويه يعني. كنت باخد اسبرين بروتكت. وكنت باخد من غير اسماء من فضلك. ايه المشكله دلوقتي يا بي؟ المشكله نصيحتك مع سني الكبير امشي اجي لسيادتك وتديني علاج والله عمليه قلب مفتوح وانا بيني وبينك خايف من عمليه القلب مفتوح. يبقى انا ممكن اشير عليك يا ريت يعني قبل العمليه دايما الواحد بيبقى يحب يستشير كذا دكتور مش واحد بس. اتمنى انك تزور دكتور دكتور سامح حلام او شخص اي شخص انت ممكن تثق فيه. الخبره مهمه جدا في الفتره دي او في الحاله دي استاذ فوزي. وممكن عبر شاشتنا ممكن تاخد ارقام الدكتور سامح وتتواصل معي. استاذه نبيله فوزي اتفضل معايا تليفون تاني. طيب معانا تليفون تاني هكلمك استاذ فوزي. استاذه نبيله. ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام اتفضل. من فضلك يا دكتور انا مريضه ضغط من 15 سنه والحاله الى حد ما مستقره وباخد علاجي ما فيش اي مشاكل. وفي رمضان اللي فات ده حسيت ان بسمع صوت قلبي ضربات قلبي عبر ودني الشمال. لما اجي انام كده على جنب الشمال اسمع ضربات قلبي كده بصوتي نوع من التزييع. ورحت لاكثر من استاذ قلب ما قالوا لي ما فيش اي مشكله. عملت ايكو وعملت رسم قلب اكثر من مره. طمنوني قالوا لي القلب ما فيش فيه اي مشكله خالص يعني. فانا مش عارفه المشكله دي يعني. وبعدين باخد كونكور من 15 سنه. فضلك اذكر اسماء عفوا. فغيروا لي دواء الضغط استاذ تاني راح مرجعني تاني ليه؟ لان بيقولوا الحاله ما فيهاش حاجه يعني لا بحس لا بمهجان ولا بحس بحاجه. طيب مع المجهود. وزن حضرتك وزن حضرتك ثابت ولا بيزيد ولا بيقل؟ الدهون انا عملت تحليل دهون وطلع الدهون حوالي 215. طب حضرتك بقى اسمعيني اتفضل. الوزن بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ لا ثابت ثابت كيلو كده او حاجه يعني. لما مش اكتر من كده. الاكل بيقل. في رعشه في رعشه في الايد؟ لا مفيش حاجه. مفيش رعشه في الايد. اوكي. طب مع طلوع السلم والحركه بتحس بالخفقان وضربات القلب؟ لا انا ساكنه في رابع دور وبالنسبه لي يعني النهجان ما بيجيش خالص. طب غير في اخر حاجه يعني. اوكي. مش حاسه بالم ولا نهجان ولا. طيب اتفضل يا دكتور. المدام الاخيره بتحس بضربات القلب لما بتنام على جنبها لكن مع الحركه ومع المجهود مفيش. وزنها ثابت يعني مفيش. الغده الدرقيه ما فيهاش حاجه. الانيميا لازم نعمل تحليل الانيميا عشان نشوف ايه. وتمتنع نهائيا عن القهوه بجميع انواعها وعن المياه الغازيه. اما بقول للناس مش عاوزين قهوه اقول لا انا ما بشربش قهوه انا بشرب نسكافيه بس وثلاث كوبايات في اليوم. طب ما هو ده القهوه هو الكافيين كماده كيماويه هي دي الحاجه اللي احنا نقصدها لما بنقول القهوه. فتمتنع عن القهوه تمتنع نهائيا عن المياه الغازيه بلاش كاكاو وما تشربش اي منبهات اي شاي حتى بعد العصر. يعني العصر ده الحدود الاخيره بتاعتها ما تشربش حاجه تاني بعد كده لان كل دي منبهات بتزود نبض القلب في بعض الاحيان وبتزود الضربات وتحس بيه. تمام. الغده الدرقيه تشوفها يبقى كويس تشوف تحليل الانيميا يبقى كويس وتكمل على العلاج بتاعها. استاذ فوزي. الاستاذ فوزي عنده سكر ولما سمع الاعراض اللي احنا بنقولها في التلفزيون مش في سكه التامين الصحي وانتهى في الاخر ان عنده 3 شرايين فيهم ضيق وسنه 70 سنه. استاذ فوزي احنا لما بنعالج الشرايين التاجيه سواء بدواء او بدعامات او بعمليه قلب مفتوح احنا عاوزين نحافظ على القلب على عضله القلب. لما بنعالج الصمامات الضيقه بنوسعها او الواسعه بنضيقها او بنغيرها عشان نحافظ على عضله القلب. لما يكون عندنا طفل عنده موقفه خلقيه موجوده ثقب فدي انفتاح اي حاجه بنعالجه للحفاظ على عضله القلب. يبقى احنا هدفنا كاطباء قلب في الدنيا دي ان احنا نحافظ على العضله المضخه دي انها تشتغل. جايز انت ما بتشتكيش كتير لكن احنا عاوزين نحافظ على عضله القلب عشان تظل ما تشتكيش خالص. فيبقى ضروري تعمل حاجه للشرايين مش عشان انت بتوجع لكن عشان نحافظ على عضله القلب ما يحصلهاش ضعف وتبدا تشتكي من اعراض
يبقى صعب السيطرة عليها بعد كده. فده الخلاصة البتاعة. فتعمل بقى دعامات ولا تعمل قلب مفتوح في سن 70 سنة وانت خايف من القلب المفتوح، ممكن تشاور أكتر من حد، ولو في حلول ممكن التوسيع بالبالونة أو تركيب دعامات يبقى بلاش عملية القلب مفتوح. لكن ممكن في بعض الأحيان لا، القرار القلب المفتوح أسهل لك، أأمن لك، أدوم لك، يبقى احنا هنختار لك القلب المفتوح. هيعتمد على الحاله الصحيه بتاعت حضرتك. اكيد. دكتور، اخر سؤال عايز اساله، تغيير فصول دلوقتي احنا خلاص داخلين على الشتاء، فهل بيبقى فيه اعراض مميزه ممكن يصاب بها مريض القلب ولا بيمر؟ يعني انا اعرف العظام مثلا بتتوجع في الفتره دي. لا، هو اكتر حاجه في تغيير الفصول هيبقى حساسيه الصدر. وحساسيه الصدر بتعمل كرشه نفس، بتعمل ضيق في الشعب الهوائيه، بتعمل صفير وتزييق، واعراض تشبه اعراض القلب. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان المريض اللي معروف ان عنده مرض في القلب ويجي له نزلات شعبيه او حساسيه صدر بتزود الاعراض قوي بتاعه القلب. تمام. اخر حاجه اتفضل. سامح علام استاذ امراض القلب، ده الساده المواطنين اللي عاوزين يسالوا على حاجه يدخلوا، بس الله يخليكم يبقوا جادين شويه، لان احنا ال 200 واحد اللي دخلوا في ناس بيهرجوا، يعني داخلين يسالوا على حاجات بقى بيسالوا هم قاعدين على الفيسبوك. فبلاش نضيع الوقت، اللي جد يسال. او يعني طالما فتحت الموضوع ده، انا اتمنى يعني السوشيال ميديا بشكل مهم تبقى في بره مهمه جدا، لان هم بيحتاجوها فعلا، تبقى عقلياتهم ناضجه شويه. لكن احنا عندنا عقليات برضه كويسه الحمد لله. يعني بلاش. الحاجه الثانيه ان احنا لو كتب مدرسة سامح علام لطب القلب هيلاقي نصين، نص طب لكل طلبة كلية الطب أو الناس اللي بيحضروا ماجستير أو دكتوراه أو زمالة في أمراض القلب، إزاي يبقى دكتور قلب شاطر قوي، والنص الثاني للسادة المشاهدين. جميع الحلقات اللي سجلناها في التلفزيون المصري في السنين اللي فاتت موجودة. فاللي عايز يسأل الضغط يعني إيه، الشريان يعني إيه، الصمام يعني إيه، الارتخاء يعني إيه، نبضات القلب يعني إيه، اللي ما قدرش يتواصل معنا النهاردة هيدخل يلاقي حلقات سابقة وده برضو من زيادة الثقافة الطبية للمشاهد العربي إن شاء الله. بالظبط. وطبعا أطيب تمنياتنا ليكم بالصحة والعافية. وطبعا دكتور سامح علام معانا كل جمعة بعد جمعة، بنحاول نحن طبعا نرد على كل استفساراتكم المهمة، وكمان ممكن تشوفوا الحلقة دي مرة تانية عبر اليوتيوب باسم دكتور سامح علام ودكتور وداليا حسن في تليفون أعتقد. طيب معلش أستاذ أحمد عشان ما يزعلش بس يا دكتور. أوكي. استاذ احمد تفضل. استاذ احمد السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور سامح؟ اتفضل. تفضل سؤالك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل سؤالك. انا مع حضرتك اتفضل. حضرتك انا بيجي لي نبذه جامده جدا جنب القلب، ومش قادر اخد نفسي جامد جدا، وحاسس ان المجهود مش قادر، يعني حاسس ان مجهودي اقل في الحركه. النفس مش قادر اتلقاه كويس زي الاول. سن حضرتك كم سنه؟ من فضلك وطي صوت التلفزيون يا استاذ احمد. سنك كم سنه يا استاذ احمد؟ وعندك كم سنه؟ 54. 54. والضغط والسكر والكوليسترول اخبارهم ايه؟ لا ما حضرتك مفيش. ما جربتش. والتدخين؟ لا كنت بدخن بس انا مبطل بقالي 10 ايام بالظبط. طب الحمد لله. والله بص يا عم احمد، هو الاعراض كده الارجح ان ملهاش علاقه بالقلب، لكن 54 سنه وانت ما زرتش دكتور خالص، ما تروح يا اخي اطمن كده اهوت وزور دكتور يكشف عليك، يقيس لك الضغط، يعمل لك شويه تحليلات، يعني التشيك اب الطبيعي اللي احنا المفروض كلنا بنعمله. حتى من غير اعراض حضرتك روح لحد من الزملاء القريب منك يعمل لك تشيك اب كده ويعمل لك شويه تحليلات، وان شاء الله تطلع كلها كويسه وتطمن ان شاء الله ما يطلعش في حاجه. دايما يبقى عندنا وعي ثقافي ان احنا نعمل تشيك اب دايما فعلا كل 6 شهور كل سنه حتى على الاقل للي مثلا مش مقتدر. ده مهم جدا. بشكرك دكتور سامح علام. وان شاء الله تبقى معانا مرات قادمه، وزي ما قلت الحلقه بتذاع مره ثانيه عبر شاشه الفضائيه المصريه 3:15 بعد منتصف ليل القاهره. مره ثانيه بتشوف الحلقه وبتشوفوها بعد اذاعه الحلقه وانتهائها عبر اليوتيوب باسم دكتور سامح علام. دليل حسن صحتك بالدنيا بعد ساعتين ان شاء الله. شكرا ليك دكتور. شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي ان شاء الله حلقه جديده من صحتك بالدنيا غدا وزميله اخرى.